والله انت يعني احنا ساعدنا جزء كبير قوي من مكانتنا، وربنا يكرمنا باذن الله ويكرم العرب كلهم ويلم شملهم، ده اللي احنا محتاجينه في الفتره الجايه. يعني انت شايف ان احنا نفوز بمقعد في مدة عامين ده يدل على ايه النفوز ده؟ استعدنا جزء من حقوقنا اللي مهدور بقاله فتره، فباذن الله بقيه حقوقنا هتيجي، بس نشتغل شويه ونفكر في بلدنا اكتر. دي حاجة مشرفة للبلد طبعا، ونتمنى ان هي يعني تتبوأ مناصب اكتر من كده باذن الله. طب الانشاء دوت يدل على ايه؟ لا، بيدل ان مصر رجعت تاني والناس عرفوا مكانتها صح. اتمنى ان هي يبقى ليها تأثير مثلا على وضع دولة فلسطين يعني، واللي بيحصل هناك يعني، والوضع في سوريا برضو، الدول العربية كلها في اليمن، يا ريت يعني. ده معناه يدل على ايه بالنسبة لك كمواطن مصري؟ يعني هي كده تحولت يعني لأحد مراكز القوة ان هي تبقى موجودة في مجلس الأمن يعني، فنتمنى ان هي يبقى ليها تأثير فعلي ورأيها يتاخد بيه يعني. اكيد ده شيء كويس لمصر والسياسة الخارجية والمنطقة العربية كلها. شايف ان هو ده يدل على ايه مثلا؟ ده يدل على ان انت استعدت جزء كبير من مكانتك بره، واستعدت جزء كبير من المكان المفروض تبقى انت موجود فيه اصلا يعني.